ينضم إلينا من دبي عبر الهاتف دكتور علي القحيس، المدير الإقليمي لصحيفة الرياض السعودية بالإمارات. دكتور علي، هل هناك أي مؤشرات عما قد يتضمنه هذا التقرير الذي سيقدم؟ لا أعتقد هو واضح واضح، وهذا الاتفاق الدولي متفق عليه من عام 1982 ميلادي، من أيام الحرب العراقية الإيرانية، لأنه هناك هذا يعتبر حادث استهداف أربع سفن تجارية في الميانة الإقليمية الخليجية في مايو الماضي، يشكل تهديد مباشر للاقتصاد العالمي والمتمكن في استهداف الملاحة الدولية، وهذا يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة وجسيمة جدا حيال هذا الأخداء والتصرف والسلوك، وهي أعمال تخريبية لا شك، ضارة وواضحة وتهديد بالملاحة الدولية. وهذا يصب في موضوع السلم الدولي، يعني هذا هكذا مرفق حيوي عالمي مهم في المياه الإقليمية، وهي مياه بحار ومحيطات ومناطق ساحلية وخلجان متفق أنها تحت المظلة الدولية. يعني هذا الاعتداء دكتور علي حدث أمام أعين العالم، الجميع سمع وشاهد هذا الاعتداء، لم نشهد رد فعل دولي يليق بهذا الهجوم، وبالتالي ما الهدف من تقديم هذا التقرير اليوم إلى مجلس الأمن، وإلى أي حد يمكن أن يعول على مجلس الأمن؟ هذا صحيح اللي تفضلت فيه، يعني ردود الفعل باهته وبارده، ولذلك اتخذت المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات لكي تضع القانون الامم المتحده والعالم والمجتمع الدولي امام هذه القضيه، حتى اي تصرف اخر ربما انه هناك يكون مشروع او قانوني ازاء هذا الاعتداء، ولذلك وضعوا الان الكره في مرمى الامم المتحده ازاء هذا الحادث الآثم والواضح. نعم، أشكرك جزيلا دكتور علي القحيسة، المدير الإقليمي لصحيفة الرياض السعودية بالإمارات.